تقول انه يبغى له ابديت شويه الكتاب، لا ما لا يكون لا. كمان يعني خلاص على مدرسه واحده. لا لا احنا فين باب الاختراع في طيب في باب الابتكارات؟ هو يعطيك القاعده الاساسيه، انت بعدها كيف تبي تروح تبدا؟ نفس المقامات الموسيقيه، في مقام موسيقي والناس تالف من عنده، ولكن المقام كمقام ثابت، صح ولا مو صح؟ اجل تصدق يبغى لي اجيب انا كتاب ما اعرف ايش حيكون لونه للتطويرات والاختراعات والاشياء. طيب مو مشكله، شوفي شوفي خليني اقول لك بعض فوائد المعصوب على ما انت تكملين العجنه. يقول لك يحتوي طبق المعصوب الواحد على عدد من السعرات الحراريه تتراوح من 500 الى 700 سعره حراريه، وفيه بوتاسيوم وفيه حديد وزنك وفيتامينات، يعني الفيتامينات يقول لك كميات قليله، السمن البلدي يقول لك صحيا بطبيعته. طبعا المعصوب له انواع، في عندك معصوب عادي، عندك معصوب بالقشطه، معصوب بالعسل، معصوب بالتمر، ومعصوب ملكي، وفي انواع كثيره احنا اليوم كمان راح نشوف. يبغى له نضيف عليه معصوب بالكنافه دحين.